السلام عليكم. ما شاء الله رب العالمين. نحن الآن على فادر كبدانو والسائق محمد خميس. جينا هسا من جيسي بيني من الشابين سنتر وفي طريقنا إلى البيت. بس شوفوا وين هم. شوفوا الناس اللي على البيتش اللي جايين الليلة إن شاء الله يتفرجوا على الألعاب النارية. أيوة، بمناسبة عيد استقلال أمريكا 4/7. شوي شوي يا أبو خميس، شوي شوي العالم كله على البحر، وكل ما تسرع الصورة بتبين هيك. إحنا بدنا الصورة تبين. يا سلام هناك، يا الله مركنا عن الأزمة خلاص. لا، هي الأزمة الثانية. شو هذا يا أبو خميس؟ هذا كل ستاتن آيلاند ومدينة نيويورك جاي اليوم. هاي من رحنا على المول ورجعنا وهي قاعدة بتقرأ في كتابها في قصة حب روميو وجوليت. كله من الحرارة الآن 100. عندك قديش هنا ولا بتعلمش عندك؟ لا تعلمش. مش معقول يا أبو خميس ما تعلمش. كان تقدر تدخل من هنا ونخرج من هنا. أيوة، هذا مشان نصور لهم فيلم لشبابنا وأهالينا في حوارة. السلام عليكم. شايفين هيك أبو خميس، هيك هناك. طيب نبدأ دور هناك. طيب نمرك من هناك. يلا اقطع شرك هناك. طيب بديش احكيها على الكاميرا، بديش ولا شايف شيء، ولا شايف شيء الا العالم كله على البحر. لحم البلد. ايوه، وهي بقول لك جاي على اللحم، جاي قدام السياره مش من وراها. بدك تلف من هناك. بعرف شو سوق ابو خميس. ابو خميس انفتل مخه. خبر ايه هذا كل العالم على البحر. شو ها، ما شاء الله. واحنا ايش دارين في المول؟ روح امشي، بدناش البطيخ في الدار بلاش. والله هذا ما احنا لاكين يا ولد، كله مش لاكين مطرح. يا ساتر. قلنا لك كل ستاتن آيلاند ونيويورك بروكلين الكل اجا في الليل. حلاوتها في الليل. طبعا مع ارتفاع في درجة الحرارة، فمشان هيك يا افندي انه الكل جاي يتسبح وجاي مشان يبرد على حاله. درجة الحرارة مرتفعة جدا جدا جدا. زي سمك الكرش. كل بسبح. الله يرحم ستي. وها هو ابو خميس ابعد شوي عن جهة المنتزه والبحر. وشوف اللي هنا قعدت، ان كان وقفنا وصورنا اللي بتحمم وبياخذوا شاور على البحر قدام العالم. هنا في الشعب ما عيب الا في بلادنا المخبى، كل شيء مخبى. الله يرحم لك. قال الله اكبر. هنا كانت السياره ابو خميس، وها نحن نعود الى بيتنا.
والله هذه جولة مليحة بدها تكون على البحر يا أبو خميس. الليلي؟ اه إن شاء الله. داش إيه في لهم أبو بيجيبهم إن شاء الله. إن شاء الله. قول إن شاء الله أنت. قول إن شاء الله. شايف؟ شايف شايف يا أبو خميس؟ بدنا نروح ناكل توت إحنا وأبو خميس اليوم.